ما حدا رح يسكتك. شو صار؟ بدهم يحاسبوا اللي فرجوا المرفأ، مش اللي عم بيطالب تيتحاسبوا يلي حرموه من خيه. قلن عيني وقفوا، شو بيسألوا؟ شو بقولوا له؟ عم بتطالب بحق خيك؟ نحنا مش زعران، نحنا مش إرهابية، نحنا ما في معنا سلاح، ما معنا شلي، معنا الحق، وراح نضل تيتحاسبوا يلي حرمونا أولادنا. أنا حرموني ابني بيسوى دموع العنان، والشباب كلهم مثله. يا ويلكم من ربكم، ومش رح نسكت، والليلة باقي هون تطلع ابني معي، لو بدي اقبل الصبح، لو بدي اقبل التنين. نص ساعة، ياي وتفضلوا يوقفونا كلنا حد ويليام، ياي طلعوا ويليام، غير هيك ما عندنا حكي. وبدي اعزيهم انا للسلطة بلوحين ازاز هاللي وقعوا بقصر العدل، وبنتمنى هيدا القصر العدل يحافظ على نظافته ونزاهته واخلاقياته، ويحافظ على المواطن، ويحافظ على دم الشهداء. هو اللي هون كل واحد فاقد واحد من فلذات كبده، فاقد حدا من بيته، فاقد معين لأسرته.